يقول السائل: هل يجوز للنساء أن تصلي على الجنازة في أوساط الرجال؟ خلف الرجال، النساء يصلين خلف الرجال، هذا السنة في صلاة الجنازة وغيرها، إلا إذا كان هناك زحام شديد مثل المسجد الحرام ولا يمكن تتمكن النساء من الانعزال بسبب الزحام، فالأمر في هذا سهل حسب الضرورة، حسب الضرورة والإمكان. نعم.